أخرى ربما نعود للزملاء. أحمد دراوش، لا أعلم إن كنت تسمعني، هل من تطورات جديدة، تصريحات جديدة أو أنباء تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية لديك؟ زاهر، ما يجري تناقله في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو تحديدا على مجموعات التليجرام الإسرائيلية، لأن وسائل الإعلام المركزية عادة تلتزم بما تأتي به الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فإن المصابين الإسرائيليين هما جنديان، وهذا قد يفسر التأخر في البيانات التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي. حتى الآن لا تأكيد لهذا الأمر، لم يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المصابين جنديان، كذلك لم يصدر أي بيان من أي جهات أخرى تؤكد إن كان المصابان جنديين أو لا، لكن بحسب ما يتداوله شهود عيان إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المصابين في هذه العملية هما جنديان في الجيش الإسرائيلي. بالتالي عملية الإعلان عارة عندما يكون المصابون جنودا تكون متأخرة، لأن عملية إبلاغ عائلات الجنود الإسرائيليين المصابين تكون عملية طويلة، تنتقل قوات من الجيش الإسرائيلي بشكل شخصي بشكل وجاهي إلى منزل عائلة المصابين أو القتلى الإسرائيليين من أجل إبلاغهم. يتم أخذ تقرير أولي عندما يذهبون إلى العائلات، لا يتم الاتصال هاتفيا بالعائلات قبل الذهاب، بالتالي إن لم تكن العائلة في المنزل يتم انتظارها حتى تعود، وهي عملية معقدة كتب وحكي عنها كثيرا خلال الفترة الماضية تحديدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، لكن ربما قد تنذر عملية التأخير في الكشف عن مصير المصابين في هذه العملية أنهما جنديان في الجيش الإسرائيلي. عمليات المداهمة تتركز في مدينة نابلس، ربما تكون عند الزميل فادي العصا تفاصيل أكثر خلال مداخلته المقبلة، لكن مما يرد في وسائل إعلام إسرائيلية فإن عمليات المداهمة تتركز بالأساس في مناطق مختلفة من مدينة نابلس، لأن ادعاء الإسرائيليين وهو ما أوردته إذاعة الجيش أن المنفذة انسحب إلى قلب مدينة نابلس. نعم أحمد، نعود ونذكر إذن مشاهدينا بآخر التطورات حتى اللحظة، إصابة شخصان على الأقل في عملية الدهس عند حاجز عورتا قرب نابلس، جنوب شرق نابلس تحديدا، وانسحاب منفذ العملية من المكان، فيما تقوم قوات إسرائيلية بعملية مداهمته باستخدام قوات برية وقوات وحدات خاصة بالإضافة إلى مروحيات. أيضا بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، الطاقم الطبي الإسرائيلي الذي وصل إلى مكان عملية الدهس أيضا قام بإسعاف أحد الجرحى ونقل جريح آخر في حالة خطرة إلى المستشفى. أيضا في السياق نفسه، مصادر محلية قالت بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع رجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل أيضا بلدة عورتا جنوبية نابلس.